الملتقى ملتقى على صايل هنا في مهرجان وختامي المرموم، حيث التقينا فالتقت هذه الشعارات المؤسسات العملاقة القادمة من كل حدب وصوب للمشاركة في هذه الأمسية، الأمسية التراثية في هذه الأجواء، أجواء رمضانية. هنا نتمنى التوفيق لكافة هذه المؤسسات والأسماء التي حضرت هنا في هذا المسار. البداية والمقدمة هذه مذيار لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع المري، من يتقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة، الذي يقدم لنا أسماء خطيرة في يوم الأمس وفي هذا اليوم. بينما المركز الثاني الوصول والتقدم من شعار الأدعم، الشعار الأدعم الذي يأتي بهذه الأسماء، وتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام من طموح اللي احتلت المركز الثاني. بينما المركز الثالث الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام القادمة مهابة لهجن الرياسة، يتقدم العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ياتي ابو محمد منطلقا بهذا الاسم وبشعار كبير مع مؤسسة كبيرة، مؤسسة عملاقة دائما في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة والداعمة دائما لسباقات الهجن. بينما المركز الرابع الوصول والتقدم مشاهدينا متابعينا الكرام، وصول وتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار من شعار هجن الرياسة هنا في هذا المسار. الله الله، القدوم الوصول من عنيدة لهجن الرياسة، هذا هو راعي صوغه سعيد بن ظفر بن محمد العامري، ولكن وصول من المجازف الذي يقدم لنا جلمودة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. الله يا المجازف، ومن لا يعرف المجازف، وهناك أيضا وعرض المجازف وإنجازاته وتحدياته المثيرة الذي قدم لنا أسماء خطيرة في هذه الأمسية، أمسية الإذاعة والإمتاع، سن التحدي والإثارة. بينما هنا القادم الوصول والتقدم مشاهدينا من الدوحة لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن نرى هنا العملاق بدأ يتقدم مع لواحظ لهجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام، ياهو تحدي، ياهي إثارة. وصلنا إلى المركز الثامن، القدوم والوصول من شجاعة لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. هنا ياتي الحوت، ياتي في عملية التدريب والتضمير، ولكن ثقة من هناك انتاج ام الزبار محمد بن بخيت بن برقان، ياتي هنا في هذا المسار متابعا مراقبا لهذا الشعار، مراقبة سليمة جميلة مميزة تشيد لها المشجعين والمرشحين للشعار الادعم. هكذا النتيجة مستمعين الأفاضل. نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى الصدارة الأولى ما بين الأدعم وما بين شعار هجن الرياسة، ما بين هالأسماء، ما بين هالأسماء. ركزوا يا فطاحلة، يا مضمرين، يا متابعين مراقبين لهذه الأسماء. البداية هنا مع لواحظ، لواحظ لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ياتي مع لواحظ المركز الثاني. هذه مهابة مع مهابة، ولواحظ اللي ضمرهن سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. كفيت ووفيت يا العملاق هنا بتقديم هذه الأسماء والذي قدمته في الأسماء هناك الأيام الماضية. بينما الوصول والتقدم مشاهدينا مع ثقة ثقة ثقة، القادمة ثقة على المركز الثالث. هناك الهجن انتاج ام الزبار محمد بن بخيت بن برقون، ولكن وصل المجازف، تقدم
المجازف، تقدم بن زيتون ياتي مع سيوف لهجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والله والناموس حاير، الناموس ما بين هالاسماء ما بين هالشعارات، ولكن لمن من هاي المؤسسات معيفة طاحلة هنا مضمرين هناك المتابعين لهذا المسار بقيادة العملاق بقيادة العملاق شعار هجن الرياسة من يسيطر على المركز الأول والثاني في هذا المسار الجميل، المركز الثالث القدوم الوصول من ثقة، هناك أيضا ثقة، يا سلام يا بن مقارح هنا، يا سلام اللي تدخلت اللي وصلت طموح لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، هنا ياتي في هذا الانطلاق في هذا المسار ما بين الشحانية ما بين الرياسة ما بين الشحانية والرياسة في موقع واحد في مسار واحد ما بين الحوت وهناك العملاق، العملاق والحوت، ولكن اللي تدخل بن مقارح ياتي هنا في هذا المسار منطلقا مقدما لنا انطلاق الثقة في هذا الشوط، يا سلام يا لدعم يا سلام يا لدعم، 1200 1200 1200 منصة المرموم بانت، منصة المرموم بانت، والناموس ما بين العملاق في هذا المسار في هذا التحدي الجميل، وهنا في هذا المسار المميز، يا سلام هنا الله يا الحوت الله يا الحوت، بن مقارح هنا في موقع واحد في مسار واحد بالشعار الحمر، ولكن الشعار الأدعم يتقدم، يا سلام طارت 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 اللي هي شجاعة اللي هي شجاعة، يا سلام على هذا الانطلاق الجميل الانطلاق المميز، يا سلام على هذا العرض العرض المطلوب، يا سلام، ولكن العملاق العملاق شعار هجن الرياسة لا يرضى إلا بالمقدمة لا يرضى إلا بالصدارة إلى المقدمة، ما بين الحوت والعملاق ما بين العملاق والحوت ما بين هالأسماء، ولكن هنا مهابة شجاعة مهابة وشجاعة شجاعة هناك الرياسة مهابة الشحانية، ولكن هنا لا يصح إلا الصحيح على المقدمة هلولة هنا على الصدارة هلولة، سلام رياسي سلام، ولكن هجن العاصفة تدخلت في هذه اللحظات تدخلت، ولكن رياسي 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 هنا مع العملاق سلطان مع العملاق سلطان مضمر الوارية، تهانينا والناموس، والنقطة الثانية بينما المركز الثاني قدمت عرض جميل فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة اللي هي الشاهينية لهجن العاصفة مشكور يا غياث، بينما المركز الثالث على المركز الثالث مشاهدينا مع شجاع الهجن الشحانية هنا أيضا مع الشعار الأدعم، بينما المركز الرابع وصول وتقدم من طموح لهجن الشحانية، والمركز الخامس وصلت ثقة هناك أيضا لهجن إنتاج أم الزبار مع أيضا بن برقان اللي ضمرها تانينا والناموس. أعود إلى التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام 8:57 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية لك للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الثاني هناك الشاهينية لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي 8:57 سبع أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس هنا أيضا مع الأمتار الأخيرة فاجأتنا بهذا الشعار المميز دائما 8:58 أربع أجزاء من الثانية اللي هي هنا أيضا شعار هجن الشحانية مع هناك أيضا الحوت اللي تابعها في عملية التدريب والتضمير، أشواطنا مستمرة والتحية مستمرة في كافة انطلاقات مشاهدينا الكرام.